أخبار المهرية باختصار: مقتل مدنيين وإصابة آخرين إثر مواجهات بين ميليشيات تابعة للانتقال في مديرية كريتر بعدن. المواطنون في المديرية أطلقوا نداء استغاثة لوقف القتال وإنقاذهم من المواجهات. محتجون غاضبون يغلقون محل الصرافة في مدينة القطن بمحافظة حضرموت. المواطنون أغلقوا المحل تنديداً بانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. منظمة الهجرة الدولية تعلن إجلاء 1500 مهاجر أفريقي من اليمن خلال العام الجاري. المنظمة قالت إن المهاجرين تقطعت بهم السبل في اليمن واختاروا العودة بأمان إلى ديارهم. نجم ليفربول محمد صلاح ينجح في سرقة الأضواء بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي. ووفقاً لإحصاءات رياضية، فإن صلاح سيطر على الصدارة بكونه أكثر من أحرز أهدافاً وأكثر من سدد في مرمى خصومه. إيقاف هندي حاول تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب كان يخبئها في داخل جسمه. خطة التهريب اكتشفت بعد ملاحظة أحد عناصر الأمن وجود معدن في تجويف جسد المهرب. إلى اللقاء باختصار آخر.